مرحبا بكم معايا في شي مثل لافطوما. نقدم لكم بسيطه ديال الحوت من اليدين ديال الحجه عزيزه. واحد البسطيله ديال الحوت كتطلع واعره، عرفتي؟ غتبعوا المقادير اللي غادي نعطيكم، عرفتي اللي جربها عرفتي واحد البسطيله واعره غتطلع ديال الحوت. انا نقولكم غنقدم لكم شهيوه من كابونيكرو، انا غندير لكم شهيوه من كابونيكرو ان شاء الله مدينه ديال الحوت. هانتوما عندي كراميل وعندي كروفيت، عندي على حسب القياس الانسان، على حسب المقدور ديالو. عندي نص كيلو ديال الكراميل ونص كيلو ديال الكروفيت، وعندي المرنه، لان هذه دخلتها عندي كيلو ديال المرنه دخلتها غير الفران، غير كتسهط كنفرتوها بحال هكا الطريفات. وعندي الكروفيت هذا ديال التزيين، عندنا الفرماج ديال التزيين، عندي جوج حكاك ديال الطون، عندي شويه ديال الثومه والزيتون، عندي فلفله حمراء وفلفله خضراء ها هو، وشويه ديال الحامض مصير والثومه، شويه ديال الحامض مصير ومعدنوس قزبر وواحد البصيله صغيره، وعندي صوص الصوجة، وعندي شويه ديال الهريسه وواحد نور ديال الحوت، وعندنا وريقه سيدنا موسى، الملحه العطريه، عندي سكنجبير والابزار والخرقوم. هانتوما الشعريه الصينيه اللي سلقت فيها، سلقت كراميل وديك القشور ديال الكروفيت ورطبت فيها هاد الشعريه، الشعريه قطعتها، الشعريه هذه ديال الروز. صافي غندوا على بركه الله المكونات. يلا هانتوما البنات غندوا نشحروا دابا الاقامه، غادي يشعل لنا المقله، غندير شويه زيت بلديه قياس واحد 3 المعالق هكا دخلتي شنو غتصبق. غادي نشحروا الفلفله خضراء وفلفله حمراء وبصيله مع شويه الربيع وشويه الثومه. ها انتم كتشوفوا هيا حتى نزل معنا الفلفله باش ما نطولش عليكم الفيديو، غنرجع معكم. ها انتم البنات دابا درنا البصله والثومه، الفلفله خضراء وحمراء والثومه كيتشحروا، غادي نزيدوها كنور ديال الحوت، واحد الضامه ديال كنور ديال الحوت هكا. ماشي كامل غاتغي نصو. هانت اختي دابا ملي كتشحر الفلافل غتزيد لنا البصله ياك، هاهي الثومة والفلافل دابا كيتشحرو واحد شويه دا في نص ديال حبة ديال الكنور ديال الحوت. هانتوما البنات شحرنا الثومة والفلفلة الحمراء والفلفلة الخضراء، دابا غنديرو الكروفيت مع هاد الفلفلة والثومة كيتشحرو هاكا خالتي. بغيت نقول لكم نص كيلو ديال الكروفيت راه كيلو، كيلو ديال الكروفيت، وخلينا شويه من التزيين. ها هي الفلفله الخضراء والحمراء والثومه شحرنا بشويه الزيت بلديه، دابا ضفنا عليهم الكروفيت كيتشحر، غنتبعوا شويه ديال الكنور ديال الحوت. هي غتصحطو بحال هكا شويه في المقله وغادي تحيدو، حيت هو مكيبغيش يطيب الكروفيت بزاف. هانتوما البنات هي تشحرت معانا الفلفله والكروفيت، وزديت معاه مورقه موسى عاد درتها. صافي غادي نخويها، غنبداو نشحرو بصيله الكراميل ها هو، غادي نشحروهم في نفس المقله اللي شحرنا فيها. شويه ديال الزويته بلديه، كنديروا ديك البصيله اللي قطعنا مشلوطه على هذا الشكل، غادي نخليوها حتى تنزل، نشحروا حاجه بحاجه. هانتوما البنات دابا غنزيدو شويه د البزار،
شويه البزار وشويه السكنجبير هي اللي كنديرو كنشحر مع بصيله. غتزيدي عاود شويه الكمون اختي، ها هي غتزيد عاود شويه ديال الكمون ديال الحوت مع شويه صافي. غادي نشحروا هاد البصيله مع هاد المكونات هادو، غنضيفوا الكراميل معاهم يتشحروا باش يتنسمو. تنزل هاد البصله وغادي نديرو كراميل. ثم البنات ديك البصيله اللي شحرنا ضفنا عليها انتما شويه البزار شويه السكنجبير ودرنا عليها دابا كراميل. دابا غير تشحر مع يكمل شحروا واحد شويه، حيت ديجا حنا سلقنا شويه في الماء يشرب ديك العطريه ديال البصله وديال البزار وزويته بلديه. صافي غندفع عليها المعدنوس والقزبر والحامض، شويه الحامض مصير مقطع صغيور. غتزيد لقيتي شويه التمر ولا درتيها في البصيله، ها هي غتزيد شويه د الكنور ديال الحوت. صافي نتوما شفتوا الطريقه ديال الكروفيت، شحرنا مع شويه الثومه وفلافل، وها والكراميل شحرنا مع بصيله والربيع معدنوس وقزبر والحامض مصير. صافي كدير شويه البزار شويه ديال السكنجبير وشويه ديال الكنور ديال الحوت. البنات ها هو الكراميل شحر مع ديك البصيله مع الربيع والحامض زويته بديه وشويه ديال الكنور ديال الحوت. صافي دابا غادي نشحر عاود نسمو الشعريه. الشعريه نتوما درنا في ديك سلقنا ديك القشر ديال الكروفيت ودرنا ديك الماء ديالو عليه طبطته في ديك الماء ديال الكروفيت. دابا غادي نشحروهم، نشحرو شويه زويته بديه وكنور ديال الحوت. صافي غنديوها ونجيبوها ونحطوها. ما كنديروش الملح مع، غنديروا الهريسه والحامض مصير وداكشي، ما غنديروش الملح، غنسمو غير بكنور مع كنور مالح حتى نجيو نخلطو كلشي وندوقو عاد نزيدو الملحه الا لقينا ناقصه نزيدو الملحه. مع الحامض مصير مالح والهريسه مالحه. صافي اختي كم غرفه. صافي غادي نشحروها في هاد الزبيده البلديه مع كنور. ها هو جيبا فهاد صافي غنديروها نجيبو هذا الشكل هذا في البيتة البلدية. صافي غادي نرجعو ان شاء الله باش نخلطو. غادي نجيو نعمرو ان شاء الله ندوقو على حساب الملحة وعلى حساب الهريسة وعلى حساب الصوجة حتى هي غنديروها. قصنا الملح هذا كنت نزيد واحد كلشي مالح، حنا هريسه مالحه صوجه مالحه كنور مالح. صافي بحال هكا دوا نجيبوها في الزويته بالدية وكنور. صافي صافي على هكا صافي غنطفيلها. صافي ثم البنات دابا غادي نخلطو المكونات. ثم الشوكولا شحرناه باش غتبدا خالتي بالشعرية، غتبدا بالشعرية شوفو كلشي ها هي كتخلط بدات الشعرية. شنو غنديرو كوفي هاد وريقة موسى عرفتي يا سلام واحد البنة طلعة الريحة طلعة كتشهي. صافي غادي نضيفو الكراميل
ديال الحوت اللي دخلنا للفرن، وريتكم شي شنو يجيش الفيديو طويل. ميرنا كدهن بشويه الملح والزيت، كتدخليها للفرن هي كتشد راسها، كتخرجها كتبرد، كتفرد ساعه على هذا الشكل. ديري الزيتون قلتي ياك، الزيتون قطع دواور، وعندنا جوج علبات ديال الطن خليناهم بالزيت ديالهم كلشي تجي مهدمه شويه. غادي نديرو شحال معلقه ديال الهريسه خالتي، هاي معلقه، هاي معلقه ديال الهريسه حسب الذوق، حتى الذوق والصوجا كنخلط داكشي عاد نضيف الصوجا والفرماج. وعندنا هذا حمرناه مزيان صافي، وعندنا بيضه باش ندهنوها نضيف الفرماج. شي معلقه خالتي هاد البسطيله ديال الحوت. طبعا حنا في كابونيكرو ان شاء الله غندير لكم شهيوه من كابونيكرو، شي حاجه طوب. كتخلطها مزيان صافي، غادي نزيدو نضيفو غير شويه ديال الصوجا. الذوق ما يا ديك ياك شويه، نديرو غير معلقه صغيره، تمام معلقه صغيره. صافي شويه دارت فيها باش كتخلط صافي. هانتوما البنات خلطنا كلشي، قبل شتيت الشامبينيو عاد شحرتو، ها هو نسيت ما ذكرتو، طبعا الحشوه ضروري من الشامبينيون كيجي مع العمارة كيجي بنين. صافي نخلطو مع العمارة بحال هاد الشكل صافي، وغادي نبداو نطوي. عندنا الورقة ديال الفيلو، هانتوما ورقة ديال الفيلو، فرشنا وحدة من تحت، وهادو غادي نديرهم هكا على الجناب حيت مالقيناش الورقة العادية، لأن الورقة الفيلو دابا غتسد عمرها خالتي قرب قرب منها صافي. هانتوما بقينا كنديرو العمارة، هانتوما نشوفو هاهي خالتي كتعمرها شي مشكل كنتو كتعمرو بقيتو شي حاجه بحال هكا كتشوك ولا شي حاجه نحيدوها. ضروري من الشامبينيو، انا غير نسيت حتى الاخر عاد تفكرتو كان عندي محطوط. راه خاتي نقولك باش منطولوش علينا الفيديو، ها تتسني هذيك ندير شويه الزبيده صافي، كندهنو بشويه الزبيده مدريبه كده، خلتي هذي فوق منهم نجروها شويه لهنايا باش هادي تلمطب هنا، ونزيد واحد اخر لمطب من تما ولا هات قد هاديك
ديالك من هنا هكا باش تلمطها من هنا وتزيد وحده من تما وندهنوها. معليش هاد غير القامة بدينا بشوية الزبيدة وصافي غتلمطها. دورك ولا تلمط من هنا دور هكا صافي كتلمط وكتبقى دهن بالزبيده بحال هكا باش كتجي الطبق دور لك عندك هنا هكا ولا هكا هكا باش تلمط الجناب. مشكل واخا تنقص منها هاد شويه هذا المطره هاد الحشيه هادي زيد دخلتي وحده فوق منه ولا بركه زيد وحده ها تدهن شويه بالبيض شويه البيض واحد البيضه طردناها باش كتلصق عليها الورقه الاخرانيه باش ما كتهرش ضروري من البيض كتبقى مجبره عليها الورقه الاخرانيه صافي هذيك هذه الورقه الاخرانيه كتفيني بيها صافي هيا بصيله اليدين ديال الحاجه عزيزه كتجي بنينه ما كاينش اللي ما كاينش كاشي بصيله ديال الحب ديال الحاجه عزيزه هادو خاصك حتى تزين حتى الاخر ياك صافي كنسخن الفران على 180 درجه كلشي طايب فيها غير تحمرنا الورقه من فوق وتحت غادي نخرجوها مزيانه ونوريكم النتيجه اللي راه جات ثم بنات هي البسطيله ديالنا وجد ديال الحوت اليدين ديال الحاجه عزيزه عرفتي ما شهيتكم فيها نتوما تجربوها ان شاء الله بالصحه والراحه هانتوما حيت درناها في طاوه طويله حيت حنا غير في البحر ما عندناش طاوه طايره باش نقلبوها في الطبسيل ديال الطبس هانتوما جربوها ان شاء الله بالصحه والراحه المقادير اللي عطيتكم عرفتي ما نقول لكمش كي كتجي كتجي بنينه وفوق بنينه يلا تجربوها بالصحة وراحة وبسلامة عليكم.